انطلقنا في جولة لخارج الاستوديو لنتعرف على أول فريق نسائي خيري بحريني للفروسية. نتابع. مشاهدينا، أنا حاليا متواجدة في مدرسة المحارق للفروسية، راح نتعرف أكثر على المكان في جولتنا، خلكم ويانا. في بداية جولتنا لفت انتباهي وجود عدد كبير من الأطفال اللي يمارسون رياضة ركوب الخيل، وطبعاً بوجود أهاليهم. وواصلت جولتي داخل المدرسة وتعرفت على أول فريق نسائي توعوي خيري بحريني للفروسية، وقابلنا رحاب عيسى رئيسة الفريق النسائي في المدرسة واللي كلمتنا أكثر عن الفريق. مجموعة نساء من مدرسة محرق للفروسية، فريق نسائي كامل نتكون من 9 بنات بحرينيات وعندنا واحدة أجنبية. الفريق احتضنتنا جمعية Think Pink لمرضى السرطان اللي هو الفحص المبكر، عشان نعطي توعية أكثر للناس إنه لازم يسوون لهم فحص مبكر، مو شرط إن أنت تكون مريض بمرض سرطان أو أي شيء ثاني، فأنت مجرد تمارس الفحوصات السنوية. وخبرتنا عضوة الفريق سارة شكر الله عن سبب انضمامها للفريق. أول شيء أنا من زمان يعني في خاطري إني أركب خيل وكذي، بعدين عندي صديقتي وياي في الدوام هي عرفتني على هالمدرسة، وبعدين يعني هني هالمكان يغير عن روتين الشغل وكذي، فوايد يعني حسيت إني أقدر أطلع طاقتي وأطلع الستريس اللي فيني كله هني. يشارك الفريق في العديد من الفعاليات الوطنية التوعوية والخيرية، بالإضافة إلى سباقات القدرة، وهذه اللي أكد لنا أحمد عبد الله مدير المدرسة. إحنا تقريباً عامة مدرسة قاعد نشتغل في الأشياء الشروطية أزيد شيء، كنا قاعد نحاول ويا الجمعيات السرطان إن نسوي فريق نسائي، وهي صار لنا فرصة ويا Think Pink، هي أول جمعية اللي إحنا اشتغلنا وياها. أول ما بدينا في الفريق 3 أشخاص، عندنا 3 بنات، حالياً عندنا تقريباً يعني عدد كبير من الفارسات موجودين، البحرينيات اللي يمثلون هاي الفريق سباقات القدرة. وطبعاً ما قدرت أنهي جولتي في المكان إلا بعد ما قررت أني لازم أعيش التجربة، وفعلاً كانت تجربة ممتعة. مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى ختام جولتنا في مدرسة المحرق للفروسية، نرجع للاستوديو ونكمل معاكم باقي فقراتنا.